تعاوني اطلع بصمتك للطبخ والخبز والحلويات. الباب الأول التأسيس والتسمية. المادة الأولى طبقا للقانون رقم 1212 المتعلق بالتعاونيات الصادرة بتنفيذ الظهير الشريف الرقم 189 على 14 على 1 الصادر في 27 محرم 1463 36 21 نوفمبر 2014. تأسست بالناظور 12 فبراير اليوم 2023 الموافق 21 رجب 1444 التعاونية الحرفية التي تحمل اسم ضع بسمتك للطبخ والخبز والحلويات. يعني هذا الاسم يغنق التعاونية انتاريت فرنسي انتاريت العربي غنغ لائحة الأعضاء كي نغدي المكتب غنغ لسيميشو غنغ شادية بن عمر غنغ محمد تحتوح غنغ بلال دهماش غنغ حفيظة أخت حفيظة غنغ كينغ صباح وضيح كينغ سعيد السي سعيد عاودو لنتلا حفظة كينغ إن هذا الأعضاء يغان حاليا دي المكتب. الباب الثاني المقر المدة الغرض، يعني هو الباب الثاني تقال غيزل. الباب الثاني المادة الثانية يوجد مقر رسمي للتعاونية بدوار إدودوحي. المدة حددت مدة التعاونية في 99 سنة، يعني كيغلو ماكسيموم انا غوش انت التعاونية دوني كيغ، يعني مشو وغنغيديرو الإشكال ديما هنايا. المادة الرابعة تهدف التعاونية، يعني إذا يتخن سيرخ الأهداف التعاونية داخل يعني المكتب لا خارج المكتب، المكتب اللي كان بحضان دانيتا نمشي نراه الإشارة أناني الأهداف دانيتا. غنهتف التعاونية إلى تشغيل اليد العاملة، وهذا الهدف الأول، يعني كنغسي يجي مجموعة يعني المساعدين، يجي مجموعة يعني ولا نيثنيا غاسني يجي داخل القار ولا نيثنيا تساهم. توفير المواد الأولية ووسائل العمل الضرورية المتعلقة بالطبخ والخبز والحلويات. تطوير طرق وأساليب الإنتاج. طبخ جميع المأكولات داخل وخارج التعاونية. التعاونية يعني مكس نركز نركز كوميدا كاسيريس نقاشير ماشي نتلتات. كان الأخت حفيظة ما شاء الله نتف يعني زي بجانب أقصد الأكلات الصحراوية إذا ما خافت أقصد أنواع دي أنواع الكسكس قصد طاس أنواع الكسكس سكسو بالبلبولة سكسو بالفصة سكسو يعني ما شاء الله يجن قاسي يجن يد ما شاء الله يعني شقص غني عمت نس يعني السنغ يعني أتريديش عضو مهم داخل التعاونية. الاغلبيه نوم طوغ غاس الشغل يسمح دايز البعض نوم غاس الالتزامات وراني ملي يسمح دايز تشكاريت مي وطاس مجبوري كنفكر اضافه الى هذا خص غدا ومينا غزالة اول تعاون ليا للطبخ والخبز والحلويات يغيرين في الجماعة المشيكة يعني الذي المديرية الذي كل شيء يعني النوايا اول تعاون ليا الخبز والطبخ والحلويات يغيرين في المشيكة. المندوب طول سكين غيحظى للأسف يعتذر آخر لحظة يعتذر طاش عن الالتزام بزيفاس زيفاس يقع لبغا الدار بيضاء زمين زين باش إن شاء الله ينجو السنة غزات كي إنا نغنم نقلي فورماسيون مري الأعضاء كي نقضي التعاونية ديني غاجرب بدء السن التعاونية فيما بعد انت قد يسبونيب أنا نغيب مري لي فورماسيون مري وني خصني نشال لي فورماسيون إنش قنش قيراه الإشارة إنش قد ظهر غادي بني شيكا ما نتمنى ان شاء الله تستمر الاعضاء كاين داخل الجماعه ديال يعني المواطنين العاديين الجمعويين يعني الناس العاديين ان شاء الله. نهار الجماعه بني شيكار لكن الاخت اسيا نهار كان تغطيه تشكاري تنطاس نتشكى الموقع اورو مغرب الفضل المساكين غداليتا المبادره هي في الغنكا نتشكى اول تعاونيه غير دي جماعه بني شيكار اسم الناس تعاونيه تضع بصمتك في الصناعه للطبخ والخبز والحلويات دي الجماعه بني شيكار يعني التعاونية توجد يعني مجموعة من النساء والشباب يعني يعني خصوصا الوضعية الاقتصادية اللي تعاني المنطقة تشجع المشد اني كمجموعة من التعاونية للطبخ والخبز والحلويات مشان تيري لحسن الوضعية المادية نسن
الوضعية الاجتماعية أيضا. نتمنى إن شاء الله وذا أول خطوة للتعاونية. نتمنى إن شاء الله تويا غزة التعاونية سجل النقد جد انتظار به سجل مرة نيوذانات كن بحضار مرة ونشكاية تس أسيا النخل حضوري كن في الكبانيت أزود مرية هنا تمنى كيوم يجب التوفيق ده أخرى مشي مرة نجيز الحضور نجيز الجمعية ونغير رازم بالجديد إن شاء الله تمنى يستوفيق الجمعية تقديش المشروع دي من البرد ونشي كار وأسنين إن شاء الله أخوان رهيب بس استردني هيد مثلا مرة نتمنى هيد مثلا إن شاء الله سمش المرة دي ورأي بلنا أسمش نفوس أكس البدة هذا الحضان السنة هيد غياس المرة إيش العمر إن شاء الله ونتمنى كي عمر خير توفيق عيني ذو مزمع عمرين إيش تساعد الخير الشي نحضر أكس كي مرة عضو بجامعة إيه نقاط الجمعية نسان الشي نسان زر استقبال ما عجبسني الحال الشي نفاحة كيس المرة نتمنى يكون بخير ان شاء الله في ساعه من خير اسرع وتفشل كريتك وشكرا.